شباب 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 انزلوا على المنصة. يلا يلا الله 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 نصور وين نصور نصور يا شباب شباب. اول اشي خلينا نبعد عن المنصة اخرى مرة. ثاني اشي خلينا نسمع ابو قاسم بدي يعطينا النتيجة النهائية وبنكمل للصبح. والله معكم للصبح. لانه بدنا نكمل الاحتفال بالشكل الصحيح. في عنا ابطال صغار
اللي هن شبيبة شدوا الهمة. بترجاك والشباب الصغار انتقلوا لساحة المدرسة، لأنه في هناك نظام وبده يكون مارش مش عسكري طبعا، مارش شباب صغار. فأولا الشباب الصغار ينتقلوا الكل، شباب شدوا الهمة، التابعين الأعلام والبلايز اللي رافقونا من فترة طويلة، بترجاكوا الكل سهلوا لهم الطريق يصلوا على ساحة المدرسة. ماهر وين ماهر؟ هذا أولا. إخوان بلاش الصوت، أنا عم بحكي والكل سامعيني، فيش حاجة حدا يساعد. الشغلة الثانية إخوان، أنا يعني ما في كلام اللي يمكن في اللغات كلها اللي بعبر عن فرحتي فيكم. اولا لانه احنا طبعا بعد شوي رح ندعي شركائنا وحلفائنا الابطال كمان، ولكن بدنا نقول كم كلمه وننبه كم تنبيه ونفتح المجال للفرحه كما يجب. اولا بالفعل ما في كلام ممكن يعبر عن شكري وتقديري لكل واحد وواحد منكم. اولا لانكم تعبتوا وسرتوا، انا شفت واللي عملت يد تضعف من شكلي شوي، فيعني كل الكلام ما بكفي. فنشكركم طبعا شبابا وشيوخا ورجالا ونساء، اخواتنا وخالاتنا اللي كمان قاموا بمجهودات كبيره وداروا بالهم علينا وكمان اتصلوا واقنعوا. والاهم من كل هاي الامور هو انه احنا وحلفائنا واخرون، هنالك اخرون، عملنا حملة انتخابية أنظف ما يكون. لا بعنا ولا شرينا، احنا عرضنا برامجنا وقصدنا كل كلمة. احنا كل البرامج اللي عرضناها سنعمل على تحقيقها. قلنا انه كل المغار لكل أهل المغار، ونحن متمسكون بهذا النهج، لا يمكن نتنازل عنه. يحق لابن الحارة الشمالية مثل الشرقية مثل الغربية مثل الجنوبية، كلنا ولاد 9 أشهر، ويجب أن نتعامل مع جميع أهل المغار بمساواة كاملة وعدل وإنصاف. لا يجوز غير ذلك. قلنا هذا الكلام قبل شهر، وتوقعنا أنه إحنا نحتفل هذا الاحتفال، ما شاء الله أرى رؤوس كلها من الذهب ما شاء الله. نحن نحيي ايضا هنا في يعني عدد كبير جدا من الابطال والبطلات، وهنالك اعداد اكبر غير موجوده معنا، فنحن نحييهم فردا فردا، نحيي كل الاحياء وكل الطوائف. وقلنا لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح، ومش راح يصح غير الصحيح، لا يجوز غير ذلك. الخطأ قد ينجح لفترة قصيرة، ولكن الصحيح هو الناجح والفالح على مر الزمان. إخوان طلبنا ونرجع نطلب بلاش إطلاق رصاص، نستطيع الاحتفال بدون رصاص، أرجوكم بدون رصاص. إخواننا طبعا كانت هنالك منافسة غير سهلة على الإطلاق، كانت هنالك قوى ومرشحون للرئاسة أيضا شبان، ونحن نحترمهم ونقدر قدراتهم ولا نستخف بأحد ولن نستخف بأحد. نحن نقول كل من يوافق على برنامجنا الذي سوف نبلوره مع جميع الشركاء، طبعا وعلى رأسهم قائمة المغار بلدي، سنبلور برنامجا كل من يوافق على هذا البرنامج ولم ينهج نهج مخالف لهذا البرنامج، برنامج المهنية والنزاهة والاستقامة والعدل والإنصاف والتخطيط وبذل كل الجهود من أجل المغار. كل من لا يتفق معنا فليس له مكان بيننا، ولكننا نقول أن الغالب إن الغالبية الساحقة من القوائم وأعضاء المجلس وحتى مرشحي الرئاسة سينضمون إلى هذه القافلة المفلحة إن شاء الله.